اهلا بيكم في حلقه جديده من ويكلي نيوز. انا ايجي جيرل جيمر من عرب هاردوير. اعتذر عن غيابي، بس انا كنت في لندن وصورت ليكم فيديو بسيط وانا بلعب بوكيمون جو هناك، وبقابل ناس ترينرز تانيين، وتقدروا تشوفوا اللينك تحت في الديسكربشن. اول خبر هنتكلم عنه هو حلقه هيتمان اللي لسه نازله باسم اليوسف تارجت، ودي الحلقه رقم 9 من اللعبه. المهمة الجديدة الحصرية متوفرة لفترة مؤقتة لمدة 72 ساعة من 26 أغسطس. هيتمان اتبعت نظام الحلقات أو الأبيسودز لأول مرة في تاريخ السلسلة، والمهمة المرة دي بتتكلم عن هدف أول مرة في اللعبة ما يبقاش ليك صورة ليه، ولازم تستكشف هوايته بطريقة تانية. الهدف بيحب يأكل الجام اللي هو المربى، المفروض اللي عليك إنك تتصنت على أي محادثات من أي حد بيتكلم في الموضوع ده. نصيحة من مطورين IO Interactive بأن تتجنبوا أي كاميرات بكل الطرق الممكنة. لعبة هيتمان صدرت على البلاي ستيشن 4، اكس بوكس 1 والبي سي، والحلقة الرابعة من اللعبة متوفرة حاليا. 15 فريق في تصفيات بطولة Extremes Land Zoe Asia CSGO الخاصة بالشرق الأوسط، بدأت في 11 وانتهت في 13 الشهر ده في دبي. فريق ريسكي اللي كسب البطولة بجائزة 8000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى رحلة مدفوعة لشنغهاي بطولة Extremes Land Zoe Asia CSGO هناك. والفائز فيها هيحصل على 100000 دولار أمريكي، وهتكون حاجة عظيمة جدا لو فريق عربي كسب البطولة، والفرصة دي عالية لأن في كذا فريق عربي مش فريق ريسكي بس. الدي ال سي الرابع والاخير من كول اوف ديوتي بلاك اوبس 3 هينزل في 6 سبتمبر على بلاي ستيشن 4 الاول، متوقع بعد شهر على بقيه الاجهزه. ونزل عرض ليه باسم ريفيليشنز برولوج اللي بيورينا حاجات كتير عن الزومبيز والمخلوقات اللي هنشوفها في الزومبيز. الاضافه برضو هينزل فيها 4 خرائط جداد، منهم سيتي ديل وميكرو واوتلا. الدي ال سي سعره 15 دولار. معروف ان شركه مايكروسوفت بتنافس سوني في موضوع العاب الشهريه اللي بتنزل مجانا لمشتركين الاكس بوكس لايف جولد، زي ما سوني بتعمل لمشتركين البلاي ستيشن بلس سبسكريبشن. فالشهر ده القائمه اللي هتنزل حلوه جدا، وهي ايرثلوك فيستيفال اوف ماجيك وفورزا هورايزن هينزلوا في 1 سبتمبر، اساسن سكريد كرونيكلز تشاينا وميررز ايدج هتنزل في 16 سبتمبر. اشاعات كتير حول العالم عن ايفون 7، هنتكلم عليها دلوقتي من ناحيه التصميم والمواصفات. وزي ما الاشاعات بتقول ان شركه ابل لسه بتفكر في انها تغير اسمه من ايفون 7 لايفون 6 SE، وممكن تبقى حاجه تانية تماما. في منه جهاز ايفون 7 بلس وايفون 7 برو اللي بنفس حجم الايفون 7 بلس اللي هو تقريبا 5.5 انش، بس كاميرا الايفون 7 برو هتبقى اقوى لان فيها كاميرتين خلفيتين. اختفاء الخطوط الخلفيه البلاستيكيه الخاصه بالهوائي اللي كانت تستخدم في الاتصال غالبا هتبقى في الجنب او في اسفل الايفون. في اشاعات بتقول ان اخيرا الايفون هيبقى مقاوم للماء، وان الغاء مدخل 3.5 mm اللي هو مدخل السماعات هيساعد على ده، بس دي من اكبر السلبيات اللي ممكن تكون في الموبايل. وبصراحه انا عن نفسي مش قادره اتخيل الموبايل من غير مدخل سماعه، او اني اجيب مثلا بلوتوث هيدفون اللي برضو بتحتاج تتشحن ومتعبه. قولوا لي رايكم في التعليقات لو انتوا شايفين ان انتوا ممكن تضحوا بمدخل السماعات عشان الجهاز يبقى مقاوم للميه ولا لا. اخر اشاعه هنتكلم عنها هي مساحه التخزين، وانه متوقع انه اصغر نسخه هتنزل هتبقى حجمها 32 جيجا بايت، واكبر مساحه هي 265 جيجا بايت. ممكن يجي بذاكره عشوائيه 2 جيجا بايت رام. تم اطلاق النسخه الرسميه والاخيره من اندرويد 7 تحت اسم نوجا يوم 22 اغسطس. الاصدار ده مليان حاجات وخصائص ممتازه، زي مثلا خاصيه الكويك سويتش مالتي سكرين اللي بتخليك تقدر تفتح برنامجين مع بعض، زي مثلا انك تتفرج على فيديو في نفس الوقت تشوف اشتغالاتك الخاصه، وخاصيه دوز اون ذا جو اللي بتعمل على خفض استهلاك الطاقه من البطاريه عشان الموبايل يقدر يعيش معاك مده اطول بدون شحن، وخاصية داتا سيفر الخاصة بالباقة بتاعتك اللي ممكن تلاقيها خلصت فجأة بسبب برامج كتير بتسحب من غير علمك. فالخاصية دي هتمنحك التحكم وانك تختار وتعمل حدود للبرامج اللي بتستخدم الباقة. نظام حماية اقوى والعابة تشتغل بأداء اقوى واحسن علشان الباكن سبورت، وفي دعم للواقع الافتراضي. الاصدار ده عجب ناس كتير جدا، وهو فعلا من افضل الاصدارات اللي حصلت لاندرويد سيستمز. النوجا هتنزل لموبايلات ال LG، سوني، HTC، نكسس، وواوي وغيرهم كتير، تقدروا تشوفوا عن طريق اللينك اللي تحت في الديسكربشن. شكلنا على وشك اننا نشوف AMD ترجع للمنافسة تاني فيما يخص المعالجات المركزية. الشركة اعلنت عن قدوم معمارية جديدة باسم زن خلال مؤتمر في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة. خلال المؤتمر تم استعراض تفاصيل عن المعمارية القادمة، وتم استعراض قوة المعالجات الجديدة مقارنة مع معالج انتل من معمارية برودويل اي، ومعالج AMD تفوق على معالج انتل خلال اختبار رندر.
الشركة أعلنت إن المعالجات الجديدة هيتم إطلاقها في الربع الرابع من العام الحالي، وبالنسبة للمعالجات المسرعة APU هيتم إطلاقها في أول العام اللي جاي. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وعشان تعرفوا تفاصيل أكتر عن الأخبار دي تابعوا موقع arabhardware.net والتويتر، فيسبوك، يوتيوب وإنستجرام. ما تنسوش تتفرجوا على تجربتنا الباتلفيلد 1 بيتا. باي.